يسعدنا يكون معانا العميد حسن مسعود، طبعا مدير عام النادي الاهلي فرع مدينه نصر. برحب بيك في البدايه، ان شاء الله النادي الاهلي موفق النهارده، لكن حضرتك يمكن كان ليك خوضه كبيره طبعا مع فريق منانا بيضربوا عندنا في مدينه نصر، وترتيبات كتيره جدا وتجهيزات. حطينا في الاجواء وازاي الناس قالت ايه بعد طبعا الترتيبات والاستقبال الكبير مننا حسن بيه؟ ان شاء الله باذن الله. احنا الفرقه جت لنا اول امبارح، جت تتدرب عندنا التدريب اللي هو الاول بتاعها، كان في طبعا احنا من خلال جهاز الكوره عاملين كافه الاستعدادات لاستقبال البعثه. حضر الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره ورئيس البعثه في مباراه العوده، ورحنا للملعب وقابلناهم، وقابلنا نائب رئيس النادي ورئيس البعثه والمدير الفني واللاعبين، وتم توفير كافه متطلباتهم وكل طلباتهم، وادوا تمرتهم في وجودنا الحمد لله، وكانوا في منتهى السعاده. رحبنا بيهم، اهتمينا بيهم بكل طلباتهم، وخلصوا التمرين ومشوا، وهم ممنونين جدا من الحفاوه والاستقبال وتوفير كافه طلباتهم اثناء التمرين. انطلاقه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي بنتمنى لها طبعا التوفيق النهارده، حضور الجماهير واصرارنا ان احنا نلعب في استاد القاهره، دي من الايجابيات لمجلس اداره النادي الاهلي ان ده حق اصيل حسن بيه ان احنا يبقى ملعبنا هو استاد القاهره. ان شاء الله تبقى بدايه موفقه نستلم بها المشوار الافريقي في وجود جمهور، وطبعا الرقم 5000 ده رقم ممكن يكون قليل شويه، ولكن هي تجربه نتمنى لها النجاح ان شاء الله، وهتنجح ان شاء الله، والنادي الاهلي يستمر في اداء مبارياته في القاهره على ملعب الاستاد، وان شاء الله ال 5000 يزيدوا يوصلوا ل 100000 واكثر ان شاء الله، ونرجع تاني ايام الاستاد ايام ما كان بيحضر في الماتشات النادي الاهلي ال 100000 وال 120000، وان شاء الله باذن الجمهور بتاعنا جمهور ملتزم، جمهور واعي، جمهور بيعرف مصلحه النادي فين، مصلحه البلد فين، فان شاء الله باذن الله بنتمنى المباراه تخرج على بر في الامان ان شاء الله، ويكون الفوز حليف فرقتنا باذن الله، والجمهور يكون هو اللاعب رقم واحد بالاضافه للعيبه بتاعتنا ان شاء الله. شكرا لك، شكرا شكرا كل الشكر.